هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات مشددا على التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة. وأفاد البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيدلي بخطاب للأمة للحديث عن نتائج الانتخابات والمرحلة الانتقالية. ووفقا لبيان البيت الأبيض، فقد دعا بايدن ترامب إلى اجتماع في البيت الأبيض سيتم تحديد موعده لاحقا. من جهته هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال أوباما في بيان مشترك مع زوجته ميشيل إنه من الواضح أن هذه ليست النتيجة الأمثل نظرا للخلافات العميقة مع ترامب حول مجموعة من القضايا. وشدد أوباما على أن العيش في دولة ديمقراطية يعني الاستعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة. وفي ردود الأفعال الدولية على فوز ترامب بالانتخابات، نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع ترامب عقب فوزه، واتفق خلالها الاثنان على العمل معا من أجل أمن إسرائيل ونقشا التهديد الإيراني. كما وهنأت الصين المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها تحترم خيار الشعب الأمريكي وتعرب عن تهانيها للسيد ترامب على انتخابه رئيسا. هذا وهنأ رئيس التركي رجب طيب أردوغان دونالد ترامب بفوزه معربا عن أمله بإنهاء الحروب والأزمات في المنطقة والعالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في أوكرانيا. وقال بأنه يأمل أيضا بتعزيز علاقات الصداقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبيره. من جهته هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال ستارمر إنه يتطلع للعمل مع ترامب مع استمرار العلاقة بين البلدين في الازدهار.